هو صراحة الدخول في موضوع حفتر والبرغتي موضوع يعني شيء صعب إلى حد ما يعني. لأن تعقيدات المنطقة الشرقية قد لا نفهمها جيدا، لأن ما نشاهده شيء غريب. طبعا المهدي البرغتي لا شك أنه هو كان انضم لعملية الكرامة، وإن كان انضم متأخر طبعا، لم ينضم الأول يعني، هو كان أقرب للثوار ثم غير رأيه وانضم إلى حفتر، هذه حقيقة. في نفس الوقت نشاهد عقيلة صالح وحفتر لا يرضون على وجود المهدي البرغتي على رأس وزارة الدفاع، بل يرفضونه. أحد طلبات عقيلة صالح والبرلمان تجميد وزارة الدفاع، وهذا يعني أعلنها حتى السيد السراج نفسه أن طلب يعني المبادرة اللي قدمها مجلس النواب حتى يتم إعطاء الثقة للحكومة وإجراء التعديل الدستوري هو تجميد وزارة الدفاع. يعني هناك عدم رضا من حفتر وعقيلة صالح وباقي الشلة الفيدراليين المتعصبين هؤلاء، هو عدم الرضا على هو إبعاد المهدي البرغتي عن وزارة الدفاع. وهذا الأمر طبعا ليس بالسهل علينا، خصوصا أنا من المنطقة الغربية، حقيقة من السهل علي فهمه. يعني هناك تضاد بين الجهتين رغم ما يظهر على في الواضح أنهم يعني حلفاء وأنهم يشاركون بعضهم البعض في الحرب على الثوار في مدينة بنغازي، ولكن كما يبدو الأمور ليست بهذه البساطة. يعني هناك أمور قد لا نفهمها بين الرجلين.